لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضيه المغربيه اولا باول بقاعه المسيره الخضراء لمدينه مكناس احتفت الجمعيه المغربيه لقدماء كره الطاولة بروادها ولفيف من الاسماء الرياضيه المكناسيه في التفاتة تذثرت برداء العرفان حين نظمت طيلة يومه الأحد دوريا وطنيا ضم خيرة لاعبيها في بادرة هي الثانية بمكناس عقب قافلة سابقة اولا كنديروا التظاهره باش نحيوا الرياضه في المدينه كاع المدن اللي كانوا عندها واحد 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 الصدى كبير في هذه الرياضه كنحاولوا نرجعوا لها الهبه ديالها وتكون في البيديوم ثانيا كنحاولوا نكرموا الناس اللي عطوا هذه الرياضه كثير واللي نسيناهم يمكن يكونوا لاعبين حكام كما شفتوا اليوم كرمنا درنا اوماج الناس اللي توفوا واللي عطاو كثير كره الطاوله والاهداف ديال لا هي اهداف ماشي باش نخدموا ليليت بالتميم هذه الرياضه ونطوروها وعلي لا تكون من 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 رياضات يعني المحبوبه عند المغاربه. المبادره اللي في حد ذاتها اعتراف لواحد الاشخاص اللي خدموا الرياضه بمدينه مكناس اللي الكل تيعرف ان مدينه مكناس هي مهد الرياضه في الصعيد الوطني وانها كانت متفوقه في جميع الفروع وبامتياز والكل تذكر ان تتبقى في التاريخ سنه 1995 في ان النادي يمكن بعشره الفروع استطاع باش يفوز بالبطولات وبكاس العرش اليوم راني فرحانه بزاف لان بحكم الشخص اللي بحال هذا السيد هذا غير كنشوف واحد اللايف كنا درنا درنا على حسب الوضعيه ديالنا حنا اشخاص في وضعيه اعاقه ما عندناش ما منتميين لا لهذه الجامعه ولا لهذه الجامعه يعني وما ما كناش عارفين راسنا من رجلينا، الاغلبيه راجلس في دارهم وكاين اللي مازال كيمارس، والتنقلات على برا ما كاين شيء، انا عن انا عن نفسي كنسافر على حسابي الخاص، يعني الناس كيلعبوا الرياضه باش يستافدوا منها، انا كنخلص على الرياضه، الحمد لله ما كاين حتى شي مشكل. المنافسه على لقب الدوري في نسخته الثانيه تميزت بنديه قويه بين المشاركين الذين مثلوا بعض الانديه المرجعيه. فكان النهائي بين منصف السلاوي وخصمه سمير جايزي مشهدا ختاميا توج عبره اللاعب منصف بلقب الدورية بواقع جولتين مقابل واحد هذا الدوري هذا عنده طعم خاص لانني انا ولد الكوديم و... وتعلمت كرة الطاوله في الكوديم وهذه و... لاصال هذه كانت اول نهايه ديالي في, في بطولات المغرب كانت هذه لاصال كنجي من بعد 30 عام لعب هنايا عندها واحد الطعم خاص بالنسبه ل... كنشكر لاماب ماب ان تونك عضو دو لاماب باسكو انا جو في بارتي دو 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 سيت ايكيب اللي كتنظم هذه هاد الدوريات هذو تبارك الله هذه تقريبا عام ونص كيديروا عمل جيد جدا وعند إزاله الستار عن فعاليات النسخه الثانيه لدوري المسيره الخضراء لتنس الطاوله ابى المنظمون الا تكريس ثقافه العرفان والبدل بمنح عدد من الطاولات لثله من الجمعيات الرياضيه النشطه بالمنطقه في ذات الصنف الرياضي